السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفل صغير يرتدي العمامة الأزهرية ويقرأ القرآن مثل كبار القراء، صوت جميل انبهر به الكثيرون، ولكن هناك أمور استوقفتني هنا وأردت أن أعرضها عليكم. أولا، أليس كان من الأفضل قبل أن يظهر هذا الطفل ليقرأ في المحافل وتظهر مقاطعه على وسائل التواصل أن يتقن تلاوة القرآن الكريم ويضبط أحكام التلاوة وأن يجالس المشايخ والقراء المتقنين؟ لا شك أن هناك خلل، ولا شك أن الزي الأزهري له وقاره، ولا ينبغي أن يتجرأ أحد على ارتدائه دون أن يكون أهلا لذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، ظهور هذا الطفل في المحافل ووسائل التواصل قد يكون هذا فتنة له، وهو لا يزال يحتاج أن يتربى تربية دينية قوية وأن تبنى عقيدته جيدا قبل أن يواجه عالم الشهرة والظهور. انظروا مثلا في هذا المقطع كيف ظهر لنا وهو يفعل فعلا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الحلقة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، وهي القزع، أخذ جزء من الشعر وترك جزء آخر، فمن أين جاء بمثل هذه المخالفة؟ إلا أنه لا يزال بحاجة إلى من يرشده ويوجهه ويخبره أن الأمر عظيم، والتصدر لكتاب الله يحتاج انضباط سلوكي وانضباط عقدي، وهذا لا يتأتى إلا بمجالسة أهل العلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقه بمن يرشده إلى هذا ويوجهه التوجيه السليم السديد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.